وضاقت هالدنيا فيك وانكسر جنحك، مع أهل النخوة خليك واصبر عجرحك. لو ضاقت هالدنيا فيك وانكسر جنحك، مع أهل النخوة خليك واصبر عجرحك. أي مهما زمانك يجرحك من إيد أحبابك، ما فيك تترك مطرحك وتسكر بوابك. مهما زمانك يجرحك من إيد أحبابك، ما فيك تترك مطرحك وتسكر. اضحك ولا تشكي، اوعى غريمك يقشعك شي يوم عم تبكي. لو صار قلبك يوجعك اضحك ولا تشكي، اوعى غريمك يقشعك شي يوم عم تبكي. ولك عشق الورد الما بين شم قالوا لي في ساعاتي بالحاره، ما صدقت. يعطيك العافيه. الله يعافيك. ما صار لك زمان فاتح ما هيك؟ يعني صار لي كم يوم. بدك تصلح شيء؟ من وين الاخ؟ انا من الشام. ايه مزبوط. شو طلبك؟ روح علينا خيي. انا من حاره بعيده، بس سمعت انك جيت على الحاره وفتحت فيها، قلت بجي بتاكد بالاول. وتاكدت؟ والنعم منك، بس كاني شايفك من قبل. انت زايد ما هيك؟ يا لطيف احسن شيء. طيب ما تذكرتني؟ يا عمي انا لسه كل واحد بيجي لعندي بيقول لي تذكرتني وما تذكرتني. انا تذكرتك خيي، تذكرتك منيح. الله يجعله باب رزق. تسلم. رح جيب الساعة وبرجع لك. بخاطرك. الله معك. شكلهم لا زادوا ولا نقصوا. مش مهضومة هالمسحة. مال الدنيا كله ما بيسوى نقطة دم من دمك. يا الله، شو صار لي زمان مش سامع الحكي. مين؟ راغب. أهلا. أهلا وسهلين أختي. كيفو حلمي؟ الحمد لله منيح، أحسن من امبارح. إيه الحمد لله. تفضل. لا الله يزيد فضلك، أنا بس جاي أطمن عليكم وشوف إذا ناقصكم شيء. بدنا سلامتك. جوزك قبضاي بنشد الظهر فيه، ديري بالك عليه واياك تخسريه. تركت الدنيا كرماله، ماني ندمانة. حلال عليكي اخت رجال. سلمي لي على حلمي. الله يسلمك ويحميك. سمعت صوت القبضاي؟ هو ليه ما فات؟ تعرف عواده، طمن عن الباب ومشي. وصاني دير بالي عليك وما اخسرك، اللي عنك قبضاي بينشد الظهر فيك. وانت شو قلتي له؟ لو ما بعرفك قبضاي بينشد الظهر فيك ما هربت معك. هيك قلتي له؟ لا، هيك عم اقول لحالي. يعني بطلنا نحكي بالسفر؟ لا ما بطلنا، بس رح سافر وانا مطمن اني مع قبضاي بيقدر يحميني. بحبك. لا لا لا، الله يسامحك، شو حكينا؟ شو بدك تتعشى؟ لك انا اللي بعشيكي وبغديكي وبشيلك عرموش عيوني. قربي. منك رايح معهم على الجهه؟ انت واللي ببطنك جاهتي وعزوتي. هالقد بتحبني توفيق؟ مانك مصدقه؟ لا ما قصدي. شوفي يا بنت الحلال، أنا ما إلي حدا بهالدنيا، وأنت واللي ببطنك هن دنيتي وأهلي وناسي، ويشهد علي ربي ما رح أقصر معكم طول ما فيني نفس. إيه بس أنا قصدي الجاهة. ليه عم تبكي يا ريحة؟ نوعك غاليين علي. سامحني، حقك علي. ولك يقبرني هالوش، يقبرني هالوش. يا رب تعجل اليوم يلي بدي اشوف فيه زيد الكبير حامل بايده زيد الصغير وعم يرقص بعرس اخوه. باذن الله. يا رب يا حبيبي والله حموت على ما اشوف هالشوفه. لا ايوه ما تقولي هيك، قربت باذنه تعالى. باذن الله يا رب. وهي عروس شرفت. يو تقبرني هالعروس. تعال تعال. ولا مش عرفانه شو بدي ناديكي، عمتي ولا مرت عمي ولا عيوني. ولك يسلموا لي عيونك. هاتي بوسه. ما شاء الله الف مبروك. هاتي بوسه. زيد زيد يا حبيبي يا زيد. والله يا جماعه كنت بتمنى يكون اخي زيد معنا ونحن عم نفرح بخالي نجيب، بس شو بدنا نساوي، هذا قضاء الله وقدره لا اعتراض عليه. وانا يا وجوه الخير بدي احكي كلمه. أنا قطعت عهد قدام منكم إني ما أخلف بوصية أبي الله يرحمه رحمة الله عليه. تعيشوا الله يخليكم. مشان هيك أنا عند عهدي، أنا لاني متكمش بشي ولا بهمني شي منه، والثوب اللي ما بيناسبني ما بلبسه. مشان هيك عمي أنا مستعد أتحرك من مطرحي وأتركه لأخي زيد وقت اللي بدكم، وهيك بكون وفيت بوعدي قدام رب العالمين وقدامكم. وعدك صادق عمي، نحن أولاد الساعة، وهيدا الثوب ثوبك، وإذا ضاق عليك بتوسعه بمرجلتك. هلا لكل مقام مقال، انتو ضيوفنا ونحن ما رح نزيد ولا رح نعيد. البنت بنتكم نجيب أفندي ابننا، والله يتمم على خير. رب العالمين يسرها، ما باقي غير أن نقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. مبروك. مبارك ان شاء الله. مبروك يا خالد. الله يبارك فيك. مبروك خالد. مبروك عمي الحسن. ان شاء الله الف مبروك. ان شاء الله الف مبروك. مبروك يا عمتي، مبروك، الف مبروك. مبروك توبريك. اظن اختي كمان امينه خانم. ما بعرف، هذا كل اللي بعرفه يا امراض. بالاخر طلع من نصيبك ونصيب بنتي. وبيزبط مدرسه كمان. ها هون بدك تعمل المدرسه خاء؟ ايه في وقت زياده كثير وانا بدي صف واحد بس، ما بدهم يعطوني، اذا لا يعطوني بيتي وانا حر فيه، مو هيك؟ بساوي مدرسه. وانا اول طالب. خلصتوا وانتوا بيي؟ خلصنا. يلا تسهروا. بالاذن. الله معكم. السلام. مهم يجينا اخبار طيبه من صالح. لا تاكلوا هم، صالح دق ايده على صدره وبعتقد انه هو قدها. ما بدك يرضى اروح معه على الحمام بالاول؟ ان شاء الله يرضى، مشان ما يجبرني اعمل شيء ثاني. كيف ما تذكرتني يا ابن الحلال؟ اللهم طولك يا روح. عمي شوفت عينك، المحل صغير والشغل مو كل هالقد، وانا ماني بحاجه صبي. عمي الله يرضى عليك، احنا ما بدنا شيء منك، بس خلي هالصبي عندك يتعلم هالصنعه، وبعدين هاد مخدومك مأمون. عمي ليش ما عم تفهم علي؟ انا الحاره كلها بجوز اتركها. ليش يا ابن الحلال؟ زعجناك بشيء؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. عمي روح وارجع بعد اسبوع، وعد باذن الله تيسر. ماشي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يلا يا ابي. ليلى مأمون. اهلين خيي صالح. مرحبا بابا ضاي. اهلين عمي صالح. شو كيف الشغل؟ شي بتعب يا بني. الحمد لله في شغل، في شغل. ايه الحمد لله، بس انا ما كنت اخلص من قصه زيد. هلكت عمي صالح. لك يا خيي الناس هون بالحاره بيحبوك كانك زيد. والله شهيتوني اتعرف عليه لهالزيد. والله اذا تعبان اترك كل شيء من ايدك ومشي معي. لوين بدك تاخذني؟ على الحمام، اليوم عرس نجيب افندي وكل رجال الحاره بالحمام مجتمعين. قوم يلا قوم. ايوه مشان تكمل معي بالحمام. اعذرني يا اخي، مالي خلاق. ما في اعذرني معذرني، هيدي زفه عريس مش حيالله. بدك تعفيني منها والله. رح بضلك تخجلني؟ الله يسامحك، بس انا صدقني ما عاد فيني استحمل الحكي. بعدين انا غريب عن الحاره. لك ضيف القبضاي منا وفينا، شو قصتك؟ الله يخليك عفيني ولا ترك علي. في زبون وعدته خلص له ساعته اليوم المساء. ايه بتقول له لزبون انك انشغلت بزفه خال القبضاي، ما راح يزعل منك. هو الزبون مو من الحاره. يا اخي والله قعيت معك. المهم هلا رح تحضر الزفه ولا رح تكون مشغول كمان؟ لا ان شاء الله بجي، بس انت ما تزعل مني. لا ما رح ازعل منك، ما في شيء بالغصب. خلص بشوفك بالزفه لك. ايه ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. الله معك. أنا اللي جبته لحالي. لك آخله حاجتك شكونة؟ روقي. لك تنشكي إلهي شو بتحوسي، هلكتيني أمان؟ شلبية هذا من هون بده تضيق شوي الكم. هلا بظبطه. شو أختي؟ كيف لقيت الفستان؟ لا بقلك كثير، بتطيري العقل. عقبال عندك. لك حاجتك شكونة؟ خرب بيتك شو بتصعبيها. نريمان لك عجزت فيه، ما كان يروح. خلصنا بقى، عيب. خدوه شلحوه غصب عنه بالدكان. روق عمي روق، روق يا أبا ضاي. اليوم بدنا نفرح بخالك نجيب، وبكره فرج ورحمه. ده تخلاقي ابو حسن، ده تخلاقي. كلنا هيك عمي، كلنا هيك. الله يتمم هالعرس على خير، وبكره باذن الله منجيبه على البيت ومننهيها. سترك يا رب. مبروك نجيب الخندق، مبروك ابو حسن، مبروك عريس، مبروك مبارك ان شاء الله على الجميع. يعني ان شاء الله صحه وهنا يا وزير. شوي على يومنا هلا. ألف مبروك يا عريس. كأنه ما إجت لحظة. هلا بيجي بده يروح. هات خنجرك ها. واعي كنت محتار شو بدي اهدي خالي بليلة عرسه. ما في هدية بالدنيا بتليق بمقامه. مشان هيك بدي ارقص له بذات نفسي. كلياتكم على عيني وراسي، بس هالرقصة بدها شريك، وشريكي هو شرف يا أبو ضاي. ناريمان منا على بعضها ابدا، واللي شاغل عقله مسائل فيها. بس خيي صالح قال لي انه اليوم كانوا بيتاكدوا منه، بس ما مشي الحال. لك عم نامي على السيره هلا. شكلها مش عارفه. لا، خليها تعرف من ابوها احسن. ما حدا بيجاريك زعيم. هيو الزعيم يا رجال. هيو الزعيم. الله يتمم على خير. الله يبارك فيك وشكرا لأنك جيت. طل النرجس طل الفول. ليش أنتي تقبريني؟ ما عاد أقدر استنى، بدي روح شوف أبي بركي وصل الخبر عن زيد. إيه استني لكان، رح ألبس ملايتي وروح معك، استني لي. السلام عليكم زعيم. السلام عليكم زعيم. إذا كنت جوا افتح الباب. افتح الباب. ما هيك اتفقنا يا أبو ضاي؟ ما هيك اتفقنا. لا والله ما هيك اتفقنا. ما بعرف شو بدي اقول لك. عم يتهرب منا وهالهريبه مش حي الله. شو رح تعملوا؟ ما بعرف والله ما بعرف. إذا ما رح تتصرف وأنا رح أتصرف. أنا بعرف وأنت بتعرف شو لازم نعمل. ليش عم نأجل؟ شو؟ ما عاد فيني أتحمل يا مو، أقسم لك بالله ما عاد فيني أتحمل. روحي رح تطلع من صدري. اصبر يا مو، اصبر لبكره الصبح، ما بقى غير يطلع الضوء. لا حول ولا قوة الا بالله. هادي هادي. شو تفضل. خليكي قاعدة. عندي سؤال إلك. تفضل. يعني هو مو سؤال، هو استفسار إذا بدك. حيرتني. طيب رح سهل لك إياها. أنت شو بتعرفي عني؟ رجال محترم متعلم، سيرتك مثل مسك. في شي سمعتي عني وحابه تتاكدي منه؟ ما سمعت لك الخير. طيب انا اللي بعرفه عنك انك حلوه وبنت عالم وناس والف مين بتمناكي. في شي لسه ما بعرفه وانت بتعرفيه؟ شي مثل شو؟ ما بعرف، انت بتعرفي. انا ما بعرف. حافظة شعر كرمالك، بسمع لك اياه؟ بعدين، خلي الشعر لبعدين. في شي تاني بدي تسمعيني اياه، شي اعرفه منك ما اعرفه من غيرك. بعدين شو بيأثر؟ بيأثر. انا ما عندي شي لك اياه. متأكدة؟ متأكدة. بقري لك شعر هلا؟ لا، رح اتركك تفكري بسؤالي منيح. ما تستعجلي. ما عندي جواب تاني وما عندي شي خبيه، حتى لو تركتني لبكره الصبح. منيح كتير، معك من هلا لبكره الصبح، بتفكري منيح وبتجاوبيني، وحسب جوابك بنشوف يا بتبقي هون يا بترجعي على بيت اهلك. انطر شوي، خدنا على بيت اهلي. هلا خدنا على بيت اهلي او بروح لوحدي. حلوه تطلعي بالليل؟ انا بعرف شو عم بحكي وما عندي شي خبيه. اذا انت سمع عن شي اسالني دغري وما تحذرني. انا ما عندي شي لك اياه وما رح انطر عندك لبكره الصبح. طيب ظبطي حالك وضبي اغراضك، ناطرك برا. أنا جاهزة. ما بدك تستني لبكرة؟ ما بدي استنى وما عندي شي أقوله، وآخر مرة بقول لك إذا سمعان شي سألني دغري وما تحذرني. أنت بتعرفي السؤال منيح؟ لا ما بعرف. أنت شفتيه لصالح ولا لا؟ ليش تجوزتني ما دامك عارف بالقصة ومتضايق منه؟ لأنه بدي إياكي، ومالي متضايق من القصة أبدا، بس كنت بدي أعرف إذا رح تصدقي معي ولا لا. إيه أنا شفته من الشباك، بس ما بعرف إذا هو شافني. أنا ما بدي أتجوز على عميانة، وأنت ما انتبهت لي. بس أنا لو ما شفتك مثل ما شفت صالح ما كنت بقبل فيك. بعدين بكون كفرت إذا بدي أشوف الرجال اللي بدي أقضي معه طول عمري. شفتي؟ هذا الجواب اللي كنت بدي أسمعه. كان فيك تقولي لي إياه جوا أو برا ما فرقت. كان فيك تسألني من الأول وأنا كنت جاوبتك. أنا ما عاد عندي شي أقوله. بديك تاخدني على بيت أهلي هلا، ما بدي أنطر لبكره الصبح. لسه بدك تروحي؟ أنا ما جيت لعندك لحتى أرجع بيت أهلي. وأنا ما جبتك لحتى رجعك لعند بيت أهلك. لكن ليش هيك عملت فيني؟ قلت لك السبب. بعد بدك تسأل شي؟ أنت ما بدك تعرفي شي عني؟ أنت على طول هيك ولا بس اليوم؟ كيف يعني هيك؟ هيك يعني هيك. أنا ما بدي أعرف شي عنك، ولا بيهمني شو صار معك قبل ما نتجوز. بديك تكون منيح معي وبس. أنا ما رح أخبي شي عنك. وإذا عرفتي شي بعدين حاسبيني، بس ما تخبي عني شي، لأني إذا عرفت ما تكمل. أنا ما كنت ناوي أخبي عنك ولا رح أخبي عنك، بس إذا أنت بدك تعرف شي سألني دغري، ما تحسرني. لسه بدك تقولي لي شعر؟ كنت حافظة شو أنا نسيتني إياه. أنا مالي هيك أبدا، ورح كون منيح معك، ورح حطك بين عيوني، ورح أرجع حفظك الشعر اللي نسيتيه من أول وجديد. شو وصيف؟ لكن ساعدي بساعدك؟ هيك الهيئة يا صاحبي. روح بيها روح. شو تحلو؟ يلا على الكعب. لك وسع. عمتي شو قلتي لابوكي؟ اللي كان لازم يصير من زمان. ناوليني الشرشف عمتي. خلاص قرار نهائي. بتخيل صار الوقت. السلام عليكم. اهلين ابو ضاي. اهلين. شو بلاقي عن جد في عنا افنديه مثل ما قال لي حنا. الله يحفظك يا ابو ضاي. الله يخليك ويعزك. شو نويتها؟ اذا الله راد ماشي المركب اليوم. خلينا نروح نجرب حظنا. رجال ابو ضاي ما بنخاف عليك. جميلك برقبتي وما رح انسى لك اياه طول عمري. ما حدا له جميل عليك. احكي لك كلمه صالح. اي والله يا حلمي افندي. انت منا وفينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ابو حسن. علي ابو حسن. لوين عجم؟ يعني بلاد الله واسعه. بيقولوا بامريكا في شغل كثير. بالتيسير ان شاء الله. ما ترزونا يا جماعه، استروا ما شفتوا منهم. يلا بالاذن ابو ضاي، بالاذن ابو حسن. الله ييسر لك يا عمي. موفق. بالتوفيق. ابو حسن، في شغله نويت عليها، قلت بدي خبرك قبل ما اتصرف. لكن اسمعني انا بالاول. شرف. والله رح اشتاق لكم. ايه حاجتك بقى؟ ايه موتيه للرجال وموتي حالك لحتى تسافروا، خلصينا. صعبتيه علي. يو هاي الكلمة أنا اللي بقولها. أنت بالذات رح أشتاق لك كثير. تقبريني إن شاء الله، خدي، هاي المكحلة بدل اللي ضاعت مشان تضلي تذكريني. إن شاء الله تضلي تتذكرينا بالخير يا رب. ما شفت منكم إلا كل خير. لك شو قصدك حلمي؟ هيدي الأمانة من راغب، وصاني وصل لك إياها، ما بدك إياها الصفر، وصلوا إياها أنت. والله غمرني بكرمه. أنت بتستاهل حلمي. يا عمي انتوا جماعه ما بتتكافوا. الله يصل لك ايامك يا رب، واذا تعركشت معك الامور ما تنساها، هيدي الحاره حارتك ونحن اهلك وناسك. وانتوا اعز. الله يخليك. يلا السلام عليكم. تبع حالك موفق. يا لطيف أحسن شيء. ما عجبك الكلام؟ تنحل بغير طريقة؟ ما عاد بدها. هي كلمة ورد غطاها. إذا بده يضل عم ينكر يحمل حاله ويطلع برة الحارة. نحن مش خرج بهدلة. طول بالك أبو حسن. توكلنا على الله؟ توكلنا على الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو شايفك عم تضبضب؟ ايه والله. ان شاء الله خير. خير ان شاء الله خير. كيف الشغل؟ ان شاء الله منيح. مستورة. يعني كانت محزي جايتك من حيفا؟ بدها صبر. وان شاء الله طابت لك القعدة ببيروت. فيني اخدمك بشي؟ ما تذكرتني ما هيك؟ جيت لعندك من كم يوم. نحن ملتقيين من زمان اذا بتذكر. بمعيتك شف لي هالساعة. رح ارجع بكره او بعده بتكون تذكرت. لك لك سلام عليني يا ولاد الكلب! لك شو بدكم مني؟ شو بدكم مني؟ ليش يا ربي؟ ليش يا ربي ليش؟ شو لازم اعمل لسه شي ما عملته؟ شو لازم ادفع؟ شو بتدلني علي؟ شو لازم اعمل؟ شو هو الدين اللي علي؟ يا ولاد الكلب! يا ولاد الكلب! قوي العزم يا ابو ضاي. حسني قلبي انك مسافر. انا كنت ناوي اجي لعندك واستاذنك. ما في داعي تمرق لعندي. لكني اجيت لعندك برجلي. منيح. اسمع ابو ضاي، قبل ما تسافر بدي اياك تروح معي مشوار، بعدين انت حر وين ما بدك تروح روح. في خيل بتاخدك على حيفا ومركبه بتاخدك على اسطنبول، بتلحقون اذا بدك. ولوين هالمشوار؟ قريب. شرف. بدك تعمل مدرسة عندي هون؟ مو مدرسة، صف واحد بيجي ولاد الحارة بيتعلم. وأنا؟ يعني متى رح تفضلي؟ ما أنا إلك العمر كله. لكن ليش عملت فينا هيك امبارح؟ في عريس بيعمل هيك بعروسه؟ قلت لك لحتى ما يبقى شي بقلبي. وبعد في شي بقلبك؟ وأنا؟ أنا مش بقلبك؟ منشوف منشوف. صحح لك، مشغول بالي على أهلي، مش المفروض يجوا يزورونا؟ رح يجوا بس تخلص قصة زيد. رح تخلص قصة زيد؟ إن شاء الله. شو؟ هاتي لشوف، شو حافظة شعر؟ شو بدك سمع لك؟ سمعينا. شرف ابو ضاي. ليش جايبني لهون ابو ضاي؟ هلا بتعرف شرف. هذا زيت بذاته، هذا هو زيت. هذا هو زيت. وهي قعدنا وعم نسمع. انت بتعرفني منيح عمي، ما هيك؟ معلوم بعرفك. وبتعرف ليش جبناك لهون؟ مشان سيرة زيد. مزبوط. هالسيرة تقلت علينا وبدنا نسكرها. انا من الاول قلت لكم هي السيرة بلا ما تفتحوها وسكروها ما كنتوا تسمعوا مني، ولو بعرف هيك بده يصير معي ما كنت اجيت من الاصل. ليش اجيت؟ ليش اجيت؟ فهمنا ليش اجيت. ها؟ بعدين شو صار معك؟ ليش هيك عم تحكي معنا؟ روق عمي راغب. لك شو روق يا عمي عبد الحسن؟ روق، نحن قاعدين عم نتحروق وقاعد عم يشتكي. انا ما بدي حدا يحترق بناري ولا يحرقني. اجيت برضاي ورح امشي برضاي، وشي ما عاد تشوفوه بنوب. عود ما خلص الكلام، بهيدي الطريقة ما رح نوصل لمحل. عود عمي. بدنا نقطع الشك باليقين. ولحتى نتأكد إذا كنت زايد أو مش زايد بدك تكشف على خسرتك. شلون؟ في علامة على خسرة زايد بدنا نتأكد منه ونخلص من هيدا الموضوع نهائياً.